هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكويت. 72 حالة كورونا في الكويت. الكويت التي اتخذت تدابير مبكرة من أجل الحد من انتشار الفيروس، فقامت بوقف الرحلات مع عدد من الوجهات وفرضت الحجر الوقائي المؤسسي والمنزلي، كما قامت بإغلاق المدارس والمسارح والسينمات وأوقفت الشيشة في المقاهي. القطاع الخاص أيضا اتخذ بعض التدابير الوقائية الصحية، بينما الكل يفكر ويدبر كيف سيتعامل مع الخسائر المالية. عند كتابة هذه السطور بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت 72 حالة، تم شفاء حالتين منها، وقد تم تسجيل حالتين لمواطنين عائدين من مصر، وعدد من الحالات لعائدين من أذربيجان، بينما معظم الحالات لعائدين من إيران. بالنسبة للحالات التي في دولة الكويت والتي ثبتت إصابتها في 24 ساعة الماضية، فقد رصدت وزارة الصحة وتأكدت من إصابة 3 حالات. تأكدت إصابتها بمرض فيروس كورونا COVID-2019. الحالة الأولى مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الحالة الثانية والثالثة من الجنسية المصرية والجنسية السودانية، مخالطين لحالة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا ومرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيجان، ليصل مجموع الحالات عندنا الآن في دولة الكويت إلى 72 حالة. عدد حالات الشفاء حالتين. وقد اضطرت الشركات التعامل مع الأوضاع الجديدة، فالبعض وجه موظفيه للعمل من المنازل تفادياً للاختلاط، وبعض المؤسسات ألغت العمل بالبصمة منعاً لنقل الفيروس من شخص لآخر. قمنا بداية بتعقيم كافة أرجاء مباني بنك الائتمان وتعقيم الأدوات والمعدات اللازمة لأداء العاملين مهامهم على أكمل وجه، كما كنا من الجهات السباقة والأولى في تفعيل البصمة الإلكترونية والاستغناء عن البصمة اليدوية. قمنا اليوم في مركز الائتمان للتدريب بعمل لقاء توعوي بالتنسيق مع وزارة الصحة حول سبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا. معظم الشركات وفرت لموظفيها، خاصة المتعاملين مع الجمهور، الكمامات والقفازات، وأصبحت سوائل التطهير جزءا لا يتجزأ من المشهد في أي مكان. والله الإجراءات، احنا طبعا في تعميمات جاينا من الشركة، الحفاظ على النظافة العامة بتاعت الموظف، وهم طبعا مزودنا بالجلافز ومزودنا بالكمام وبالمنظف اليدوي، وكل 4 ساعات بنبدل الجلافز والكمام، وطبعا أهم حاجة المحافظة على النظافة الشخصية، ما تلمسش عينك مناخيرك. وعندنا في الشركة في فحص، يعني الموظفين اي حد بيجي هناك بيروح الاداره بيتفحص، ولو في اي حاجه المفروض ان احنا بنبلغ عليها على طول. يعني مجلس الوزراء الكويتي اصدر قرارا باغلاق كافه صالات السينما والمسارح وصالات الافراح، وتم تمديد تعليق الدراسه لمده 2 اخرين لتغلق المدارس والجامعات شهرا كاملا، كما تم تعميم منع الشيشة في المقاهي بسبب سهولة انتقال الأمراض والعدوى من خلالها. دعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية حتى إشعار آخر. إغلاق كافة صالات السينما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق، ومنع إقامة القاعات المؤقتة وذلك حتى إشعار آخر. وكأن كورونا جاءت لتسلب البشر حريتهم في التنقل والسفر والعمل والتعليم والترفيه، وأشياء كثيرة كنا نعتبرها من المسلمات أصبحت اليوم من المحظورات في زمن الكورونا.
قطاع السفر والطيران من أوائل القطاعات وربما من أكثر القطاعات تضرراً بفيروس كورونا، فالفيروس انتشر من خلال المسافرين وانتشر في جميع أنحاء العالم. الكويت أوقفت الرحلات مع عدد من الوجهات، وحتى بدون قرار الإيقاف قرار السفر أصبح قراراً صعباً جداً خوفاً من الكورونا أو خوفاً من عدم القدرة على العودة مرة أخرى. وكأنه مشهد من فيلم هوليودي، هكذا بدت صالات السفر في مطار الكويت مهجورة بلا ركاب، الطائرات رابضة في المدارج، عالم جديد فرضته كورونا، الفيروس الذي انتقل إلى قطاع الطيران بعد أن نقله حول العالم، فها هو اليوم يدفع الثمن. طبعا أنا عايز أتكلم على صناعة السياحة والسفر في العالم كله. هي صناعة هشة بتتأثر بعوامل البيولوجية والعوامل البيئية. طبعا شفنا مرة التأثير للسياحة وقطاع الطيران بمرض سارس وانفلونزا الخنازير H1N1 وانفلونزا الطيور من قبل، بس لم تحدث يعني حالة من حالات الدمار الشامل لقطاع الطيران إلا بعد انتشار كورونا. ومع إلغاء الرحلات وفرض القيود في المطارات أصبح السفر خيارا غير وارد في زمن الكورونا. نفر ما في. نفر ما في. نفر ما في. فلايت ما في. الكويت أوقفت الرحلات لعدد من الدول وفرضت الحجر المؤسسي على العائدين من بعض الوجهات والحجر المنزلي على وجهات أخرى. الإلغاء تقريبا بتعدي 30% إلغاء، بس الحجوزات وقفت بنسبة 90%، ما في حجوزات كلش، الناس كلها خايفة. الحجوزات واقفة بشكل كامل يعني تقريبا. وبات مستقبل شركات الطيران والسفريات بات مستقبلها مرهونا بمدى امتداد زمن كورونا ومدى قدرة العالم التوصل إلى علاج سريع للفيروس، بينما توقع اتحاد السفر العالمي أن يتكبد القطاع عالمياً خسائر تبلغ 47 مليار دولار شهرياً. لو أزمة كورونا انتهت قبل بداية الموسم، ممكن شركات الطيران تقدر تعوض بعض الخسائر وليس كل الخسائر، لكن الخسائر اللي بيتعرض لها قطاع الطيران خسائر بالمليارات، لأن القطاع طبعا بالنسبة لو بصينا بنظرة أن العام الماضي أعلنت منظمة السياحة العالمية أن عدد المسافرين في العالم تعدى 1.4 مليار، النهاردة بنلاقي هذه النسبة ستنزل بنسبة 50%. لو استمر هذا الفيروس القاتل إلى شهر يونيو، الحقيقة أنا مش قادر أقول لك أرقام فعلية، بس انهيار كامل بالنسبة لشركات الطيران. تصير كوارث يعني، الطيران هيسكر، في عندي اصحاب موظفين بالطيران اوضاعهم سيئه جدا، شركات يعني شركات كبرى قاعده يعني في عليها خوف، فما بالك بالشركات الصغيره او دخلها محدود او راس مالها قليل. وبنامل ان يكون في علاج قريب او فاكسين سريع ان احنا نقدر نحتوي هذه المشكله الكبيره وهذه يعني المصيبه يعني. نتيجة لفيروس كورونا وتأثيراته على البورصات العالمية، تعرضت بورصة الكويت لضغوطات كبيرة، فيما رآه البعض فرصة للشراء، وكان ذلك واضحا من خلال أحجام التداولات الكبيرة. شاشات البورصة الكويتية حمراء بامتياز، فيها أسعار متدهورة، وفيها تداولات معلقة، وفيها خسائر فادحة، وتراجعات مليارية في القيم السوقية. هذه بعض تداعيات أزمة متعددة المكونات تضرب العالم وتضرب معها بورصة الكويت. تكالبت كل الظروف السلبية في وقت واحد، بالتالي رأينا هذا السقوط الحر للسوق، السقوط الحر للأسهم القيادية، إفلاس بعض الشركات، إعلانات إفلاس بعض الدول كلبنان مثلا، الإعلان عن إفلاس. كل هذه الظروف لا شك أنها انتشار الكورونا أيضا وهذا الفيروس في أوروبا بوتيرة أسرع من ذي قبل. في ظل حالة الهلع التي انتابت المستثمرين في الداخل والخارج، ترنحت البورصة التي كانت الأكثر مكاسبا بين جيرانها الخليجيات، ففقدت جميع مكاسبها التي حققتها في 2019، وبلغت خسائر مؤشر السوق الأول 26 نقطة مئوية، وعاد إلى أرقامه المسجلة في أكتوبر من 2018. أما السوق الرئيسي فعادت به خسائره إلى مستويات فبراير 2016. هناك عدم اتفاق
في أوبك. إذن عدم اتفاق أوبك وروسيا سوف يضغط كثيرا على أسعار النفط، قد ترتد في بعض الجلسات، ولكن باتجاه عام هناك اتجاه سلبي نازل لأسعار النفط، هناك ضغط على أسعار النفط، إذن هناك لا سوف يستمر الضغط على الأسواق الخليجية. وإذا كانت المؤشرات تهبط من نسب المئوية الأدنى، فإن فواصل الإيقاف نجحت في أكثر من جلسة في تعليق التداولات وقتيا ثم لنهاية الجلسة، وسط حالة من الجدل بين معارضين يطالبون بإتاحة الفرصة لمن يريد التخارج ومن يريد بناء مراكز مالية من جهة، وبين من يحمد الإجراء ويراه عامل إنقاذ يوقف خسائر صغار المتداولين أو على الأقل يؤجلها إلى حين. هناك تنزيلات عامة في الأسهم بشكل كبير، وهي فرصة حقيقية للاستثمار، ولولا عملية الإيقاف لكانت الاستفادة للمستثمرين كبيرة جدا. لذلك أعتقد بأن مسألة الإيقاف ضمن النطاق الجديد تحتاج إلى إعادة نظر. مو معقول أنا لما أجي اليوم أقول ليش وقفوا؟ طيب هو من الصرح معروض الحد الأدنى، إذا ما وقفوا وشلون يعني وين نفتح؟ رحنا مرة ثانية 10% راح، بس نزل 5% وقف ربع ساعة، رد وقف فتنا 7%. فمن الطبيعي أن الإيقاف أعتقد أنا شيء مستحب. في مثل هذه الأوقات تعلو الأصوات مطالبة بتدخل داعم يوقف نزيف الأسعار وخسائر المؤشرات، لكن يبدو أن هكذا تدخل قد ينتظر لحين تبين ملامح انفراجات في الأزمات المتحالفة أو بلوغ قاع يمكن من عنده الارتداد. بعد الفاصل نخرج من أجواء كورونا ونتكلم عن المصارف، حيث بلغت أرباح المصارف في عام 2019 982 مليون دينار. كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة. أهلا بكم. اكتملت إعلانات نتائج البنوك الكويتية لعام 2019، حيث شهدت تراجعا طفيفا وبلغت 982 مليون دينار. ويعود توقف مسيرة النمو إلى تراجع أرباح 3 بنوك بسبب تجنيبها للمخصصات. بإعلان بنك بورجان عن أرباحه، يكتمل عقد إعلانات المصارف الكويتية لأرباحها عن عام 2019، وتكون تلك المصارف قد حققت مجتمعة 982 مليون دينار، وهي أرباح تقل مليوني دينار عن تلك المحققة في العام 2018. والتراجع على ضآلته يوقف مسيرة نمو الأرباح المصرفية تحت ضغط من تراجع أرباح بنوك الأهلي والدولي والتجاري، وجميعها جنبت مخصصات كبيرة أتت على نسب النمو. وضع المحفظة الائتمانية، القروض المشكوك فيها أو القروض اللي عندنا بعض التحفظات عليها بنسميها بشأنها ملاحظات، أو بالاتفاق مع البنك المركزي على بعض القروض اللي احنا لازم نجدد مخصصات، بيبقى أسهل لك في بداية العام أنك تبتدي تجنب هذه المخصصات مع بداية العام. وبعدين حسب رؤيتك وحسب الربحية، طبعا أنت مش عايز تعمل خسائر كبنك، بتشوف العدد مثلا في الكوارتر الأولاني حققت ربحية كذا، ممكن تتحمل مخصصات بهذا القدر، تدخل على الكوارتر التاني تعمل نوع من التقييم للأمور، المحفظة الائتمانية قد إيه وممكن تجنب مخصصات قد إيه. مع هذه الحركة عشان تضمن أن يكون عندك المخصصات صفر، بتبص على كل كوارتر على حدة، وتيجي على الكوارتر الأخير بتشوف قد إيه احتياجاتك من بناء مخصص إضافي. احتفظ بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بحوالي 66% من إجمالي الأرباح المجمعة، كما حافظ على نسب نمو بين 8% و10%، نمو جاء بفضل كبر الحصص السوقية وزيادة الإيرادات التشغيلية وضبط المصروفات. هذه طبعا تأتت من إيرادات تمويل بمبلغ 931 مليون، بزيادة 8.1 عن العام الماضي. انخفاض بالمصاريف ب 3.2%، نسبة المصاريف إلى الإيرادات انخفضت إلى 37.36%، فشفنا أرقام وايد إيجابية بهالفترة من ناحية التحسن في المؤشرات. طبعا كان في عندنا مثل ما أنت عارف
مخصصات كبيرة في عام 2019، وجزء كبير منها يخص تركيا تحديدا، وبتحقيقه حوالي 63 مليون دينار بنمو قل عن 12%. انتقل بنك بوبيان إلى خانة المصارف الكبيرة، وبتحقيقه 17 مليون دينار وتوزيعه لأول مرة منذ تأسيسه أسهم منحة على المساهمين، انتقل بنك وربة إلى خانة المصارف الرابحة والموزعة أيضا. بنك وربة لأول مرة يعلن عن توزيعات أرباح ومتمثلة في أرباح أسهم منحة بقيمتها 5%. مثل ما احنا عارفين، ما دام البنك ينمو فمن المهم حقيقة أن يعيد استثمار رأس المال في هذا النمو، ولذلك قررنا أن تكون التوزيعات بصورة أسهم منحة، لأن نعتقد أن ما زلنا قادرين على أن نحقق عوائد متميزة لمساهمينا، وأن بنك وربة ينمو إن شاء الله في السنوات القادمة. ويبدو أن 2020 لن يكون كسابقيه عام بيئة تشغيلية وحسب، فإن متغيرات عالمية قد تدخل على الخط وتزيد من المصاعب التي تتعامل معها المصارف منذ سنوات طويلة. وما زلنا مع أخبار البنوك، حيث أقرت الجمعية العمومية لبنك الكويت الوطني توزيع 35 فلس أرباحاً و5% أسهم منحة لعام 2019. وقالت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة إن نمو أرباح وعمليات البنك هو من ثمار السياسة الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والحد من المخاطر، مشيرة إلى أهمية السوق المصري بالنسبة لأعمال المجموعة، وأضافت إلى إن الوطني يعمل على تأسيس منصات رقمية تعزز من زخم خدمات التجزئة والحصة السوقية في ذلك السوق. نجحنا في إحراز تقدم هائل في طريقنا لبناء مستقبلنا الرقمي، وعزمنا على ترسيخ ريادتنا في مجال التكنولوجيا المصرفية على مستوى المنطقة، كما واصلنا جني ثمار استراتيجيتنا الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والحد من المخاطر عن طريق عملياتنا الدولية التي نعدها من أبرز المميزات التنافسية للمجموعة. وقد انعكست تلك النجاحات والجهود الحثيثة على نتائجنا المالية، حيث استمرت أرباحنا في النمو لتصل إلى 401 مليون دينار و300 ألف دينار كويتي، على الرغم من التحديات التشغيلية وزيادة استثمارنا في تنفيذ خارطة التحول الرقمي لكي نحافظ على تفوقنا عن باقي منافسينا في سباق التطور التكنولوجي المتسارع. كما استمر اتساع ونمو حجم ميزانيتنا، حيث نما إجمالي موجودات البنك بنحو 7% وصولاً إلى 29.3 مليار دينار كويتي، وتزامن ذلك مع تحسن في معايير جودة الأصول، ما يؤكد حرصنا على استمرار النمو ولكن بما يتماشى مع سياستنا المتحفظة تجاه إدارة المخاطر. وفي طريقنا لبناء مستقبلنا الرقمي، كان العام 2019 محطة تحول بارزة في ظل حجم ما تم إنجازه في تنفيذ خارطة الطريق الرقمية على صعيد كافة أنشطة أعمالنا والأسواق التي نعمل بها. ويأتي إطلاقنا للمختبر الرقمي بصدارة قائمة إنجازاتنا للعام 2019، وذلك لما نرى له من دور حيوي لصياغة المستقبل الرقمي للمجموعة ودعم تفوقنا في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى المنطقة في ظل فلسفة عمل المختبر التي ترتكز في الأساس على وضع العميل وتلبية احتياجاته في بؤرة الاهتمام. أقرت الجمعية العمومية لبنك بوبيان بيانات العام 2019 والتي حقق فيه البنك أرباحاً بلغت 62 مليون دينار. كما أقرت العمومية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بوقع 9 فلوس نقداً و5% كأسهم منحة. وقال عادل الماجد الرئيس التنفيذي للبنك إن المصارف الكويتية تمتلك مصدات قوية تمكنها من امتصاص المتغيرات السلبية مثل كورونا. تسأل عن موضوع كورونا وتأثيرها هذا، وأنا أعتقد البنوك الكويتية الآن عندها مصدات قوية، غير رأس المال، غير المخصصات، غير المخصصات الإضافية، كلها أعتقد عندها مصدات قوية تقدر تواجه الظروف الحالية. طيب
في 2020 هل ننظر إلى عام صعب اقتصاديا عالميا بدرجة أولى ونحن نرى الكورونا ونرى أسعار النفط ونرى لبنان ونرى أشياء كثيرة سلبية؟ أي والله يعني بداية 2020 ما يعني بس في الاقتصاد العالمي تقلباته سريعة. عندما تشوف قاعد تشوفون أسواق البورصة العالمية يوم يطلعون 4% ويوم ثاني يوم تنزل 2% وإحنا يعني مش عارفين. بس حسب الظروف اليوم أعتقد راح تكون سنة صعبة عالميا أكثر. الكويت أنا قاعد أقول وارجع أقول الكويت يعني طبعا راح تتأثر أكيد راح تتأثر لو تأثر الطلب المحلي. أنا أعتقد العملية لأن بالكويت الاقتصاد الكويتي مبني على شيء عارفين طبعا طبعا أسعار النفط والصرف الحكومي على المشاريع وعلى الرواتب وهذا يعني مو شيء جديد. اللي صار في أول أسبوعين أعتقد عملية نفسية الناس يعني تحفظت في موضوع الصرف وموضوع الطلوع والأسواق كانت فاضية. بس أعتقد هذا مجرد سايكولوجي عرفت شلون. إحنا ندعو الناس إن التحفظ فعلا بس حسب اللي شفناه على الأقل أمس أنا أقول لك ان الاسواق بدات ترجع الى طبيعتها. الناس اعتقد بداوا يرجعون الى يعني طبيعه صرفهم اعتقد. فاذا الامور انا اعتقد مره ثانيه استمرت الان هدت الامور ما راح نشوف يعني اشياء غير دراماتيكيه على قولتهم او دراميه. اعتقد يعني راح تكون سنه تحدي كبير وسنه صعبه بس اعتقد يعني الأمور راح تكون يعني الحمد لله مقبولة. شفنا أكثر من مرة صدمات كبيرة في 2008 وغيرها وكذي والبنوك الكويتية الحمد لله قدرت تعدي. وأعتقد مثل ما قلت لك أنا عندنا أغلب البنوك كلها رسملتها قوية وعندها مخصصات وهذه كلها كان بالتعاون مع بنك الكويت المركزي. في حال حدوث السيناريو الأسوأ لا قدر الله هل من سبيل للتحوط؟ هل من نصائح هنا ينبغي على صانع القرار أن يتخذها؟ ما تقدر تقول. أنا لغاية الآن السيناريوهات ممكن تحط لك 20 سيناريو ما أعتقد أن في سيناريوهات موجودة. أنا أعتقد يعني التحفظ موجود لكن أنت هم بعد لازم ما راح تقدر انت تسكر لان بالاخير لازم انت تعيش وبزنس موجود. واحنا لغايه الان اليوم قاعد نمول ناس وقاعد نمول شركات وقاعد نمول افراد. ما راح نقدر نبني سيناريوهات ان النظام راح يتعود. بالعوده الى بنك بوبيان عام 2019 كان عام اختراقات يعني ودائعكم او اصولكم اخترقت الخمسة مليارات الحصص السوقيه. خدنا في جولة على أهم الأشياء التي تحققت يعني وليس في 2019 إنما على مدى السنوات الماضية. شوف يعني اللي قاعد نشوفه العشر سنوات الآن ترى عدينا 10 سنوات من تملك بنك الكويت الوطني لبنك بوبيان. الأرقام تحكي عن نفسها يعني قاعد تشوفها أنت. بس الاستراتيجية كانت واضحة وأعتقد الحمد لله أن إحنا اللي يتابعنا وشاف استراتيجيتنا اللي تكلمنا عنها من 10 سنين لا زالت موجودة. تركيز على الكويت تركيز على قطاع التجزئة نحاول نحصل على حجم يعكس حصتنا من القطاع الشركات والتركيز مثل ما قلت على الريتيل وهذا اللي صار. احنا اليوم يعني نفخر ان احنا يمكن الان في موضوع احنا يمكن نكون بالريتيل ثالث بنك بالكويت يعني اعتقد اجزم ان احنا واحنا نحكمها بالنسبه لعدد عملاء الكويتيين اللي يحولون رواتبهم على البنك الان. اذا قلنا هذا مقياسنا احنا الحين صرنا ثالث بنك بالكويت. وبهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج عين على الكويت. نراكم الاسبوع القادم ونتمنى لكم الخير والسلامه. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة.